موقفك كثير صعب انا بعرف. انت عندك طموحاتي، عندك احلامي، عندك مستقبلك عم ترسميه. اذا وصلتي لمفترق طرق، في حال ان رفضت كل الحلول، انت يمكن تفدي خيك، شو بيكون موقفك؟ لو كان بدي يعني روح يعني مطرح وهيك يعني عروس بعروس، كان من الاول تقبلت هيدا الشيء، بس لانه انا كمان عندي احلام وبدي احققها، ويعني مثل ما هن بيحبوا بعض وعملوا اللي براسهم، فانا كمان يعني عندي احلام وعندي حياه بدي اعيشها لقدام، فمش مضطره اكون ضحيه حدا، يعني ضحيه اثنين بيحبوا بعض، مش ذنبي ولا ذنبهم. طيب اول مره سمعتي انه انت ممكن تكوني الثمن؟ بصراحه تفاجأت، يعني كان في حلول، يعني بتنحل المشكله غير انه بديله ما بديله وهيك. لور شو احلامك؟ انه سجل معهد موسيقى، عندي كتير اشياء براسي، يعني اذا زبطت، اذا انحل هيدا الخلاف ومشي حالهم، فساعتها انا بقدر احقق احلامي بدون ما حدا يكون واقف بوجهي. انه هلا حاليا مش قدراني اعمل شيء، مش قدراني اطلع برات البيت لانه خايفه حالي. كيف يعني مش قدراني تطلعي برات البيت؟ يعني انه ممكن يعني ياخذوني او شيء. خايفه يخطفوكي يعني؟ بلكي الواحد يحتاط. انا يعني هلا اخذي احتياطاتي فما بطلع لحتى تنحل المشكله، بس تنحل يعني هلا انتوا عاملين مغامره انه مطلعها برات البيت وقاطعين كل هالمسافه جايين لهون. جاي لعندك استاذ عمار كرمال بطرح الموضوع عليك، يعني حاطط الموضوع عندكم هو على اتجاه الراي العام. لا انا بدي احكي كمان كلمه لخيي وحبيبي بيا للعروس. نعم. انت كنت تعرفه من قبل؟ ايه. كيف كانت علاقتكم؟ كان علاقتنا عادية طبيعية مثل اولاد عم، وان شاء الله ترجع. احنا ما كان في مصر خلاف الا هل يعني الا هاي ازمة العروس. نعم. والا نحن من الاساس بالمشكل ما إنا ما اصلا يعني ما إنا مصلحة فيه. يمكن هو مفكر انه تحدي او شيء او حاسبنا طرف، بس نحن مش طرف. انت بتأكد انه انتو مش طرف؟ نحن مش طرف ابدا، وما إنا علاقة بالمشكل نهائيا. هني أولاد عمي، واللي اختلفوا معهم كمان أولاد عمي، اثنيناتهم قربتنا. بس بدي أقول له لبيا العروس، بنتك عم بتشوف كوابيس في الليل مهددة بقتل. هلأ لنفترض أنه عم بيهول، بنت بعمر 18-19 سنة مش دارك على بعد، مش دارك على بتصدق اليوم الطفل بيصدق، الشاب اللي بعده ناضج جديد بده يصدق، بده تشوف كوابيس، بتفزع بالليل، بتقوم من النوم وبتصرخ. هي وحامل هلا؟ وهي وحامل تصرخ فزعاني نطب كلنا عليها. هي صحيح تركت اهلها، تركت بي. انتوا صرتوا اهلها هلا؟ صرت انا عملت لها البي، وعملت لها الام، وعملت لها الخي، وصرت لها الصديق. طيب نور، شو بتقولي لبي العروس؟ انت هلا اذا بدك توجهي له كلمه، شو ممكن تقولي له؟ بتمنى انه يتفهم هيدا الشيء، وقد ما كان يعني هي بتضلها بنته، وان شاء الله يتقبل الموضوع ويصلحها وترجع الامور مثل ما كانت. لو انت كنت محله، يعني اذا عكسنا القصص اليوم، الابن والبنت، انا ما عندي تفرق بين البنت والشاب. انا ابني كمان يعني تركني وانزعجت، مش لانه يتزوج، انزعجت لانه عمل تصرف بدون موافقتي واخذ بنت بدون موافقه اهلها. يعني كمان هو اثر علي بشغل بالعمل اللي عمله. بس انت لو محل بيا شو كنت تتصرف؟ بدي ازعل اول يومين ثلاثه، انا عتبي على بنتي، ما عتبي حدا غير بنتي. انت وسطت كذا طرف حسب. نعم. ما قلت لي، واذا بقيوا هن مصرين او معندين على الحل اللي هن بدهم اياه، عروس مقابل عروس، انت شو ممكن تعمل؟ صعب. شو ممكن تعمل؟ بعرف انه صعب، اكيد صعب، وانا بوافقك 100% انه صعب، بس شو ممكن تعمل؟ شو ممكن اعمل؟ ما فيني اعمل شيء. كيف ما فيك؟ اذا ما بنتي، انت بيا ولي امرها. ايه ما فيني. واذا كان ولي امرها، أولادكم ليس لكم. هيدي أولادكم أبناء الحياة. جبران قايلها على موضوع تاني، بس إنه يعني أنا صحيح إنه ربيتها، بس ماني مسؤول عن حياتها ومستقبلها. هي بدها تشوف وين مستقبلها، ما بدي أجبرها على شيء أنا.
انا ما فيني اجبر على شيء. اذا العشيره وصلوا انه هذا الموضوع ما بقى في حل الا عروس ما قبل عروس، انت شو ممكن تعمل؟ لا لا هل بتكسب؟ هل بتوقف بوجه العشيره؟ اذا في حجب للدم بدي اضطر. ايه رح تقبل انه عروس بعروس؟ اذا في حجب للدم بدنا نقبل، بس ان شاء الله ما بنوصل للمواصيل. وانت شو رح يكون موقفك اذا وصلنا لهون؟ هو ان شاء الله ان شاء الله ما نوصل، بس انا ما بقدر اروح بديل، يعني حتى لو بي وافق انا مش رح. شو ممكن تعملي؟ من وقت ما صارت هاي الخطيفه سمعت كثير قصص، في عالم راحت بديل يعني مشت حياتها طبيعي وكل شيء، ايه اما في عالم يعني انتحرت، فيا بكون اكيد مش رح اروح بديل، فممكن يعني بنتحر ولا بروح بديلي؟ لا لا بعيد الشر، لا وان شاء الله ان شاء الله بنوصل لحل. يعني يا بعيش حياتي اللي انا مخططت لها يا بلاها. انا عم فكر بموقف ابنك استاذ وبموقف خيك، هل حكي معك بالموضوع؟ كرمال يحمي حياته، خيك العريس يعني. انه هل حكي معك بالموضوع انه معلاه وقبلي و لا رفض كرمال هذا الشيء. كرمال ما اكون انا ومرتي بخطر و لا يعني بالعكس، لانه ممكن قال لي هيدا غلطنا ونحن اللي رح نتحمل، انت ما خصك. طيب ابنك اذا بدهم يذبحونا يذبحونا. لو عمل هي الشغله ممكن توصلوا لهون؟ ايه بيعرف العادات والتقاليد، مثل ما قلت لك انه يمكن فقد الامل صار معه هيك، يعني وقف الى طريق هو حسب حساباته ووصل الى طريق مسدود، قال لك خلص ما في امل، ما لي الى هالطريقه. انت بتلومه؟ بتلومه على اللي عمله؟ انا بلومه، ايه اكيد بلومه، بس كمان بنفس الوقت انت رجعت حضنته، بدي احضنه ما بدي اتركه لاوجه الناس، بعدين هو اثنين شباب بدي احضنهم. انت جاي على المفاوض لحتى تفاوض، واكيد عندك عرض بدك تقدمه، عرض شو عرضك لحتى نحكي فيه او نفاوض فيه مع الجماعه الثانيه او مع الممثل عنه؟ العرض معروف عندنا بالعشيري، العرض معروف انه في مهر، كمان ما بدي يكون مهر تعجيزي، مهر اقدر اتحمله، يعني انا زلمي بتعرف ان انا صاحب دكان ما عندي هالقدره، يا دوب مكفي حالي يوم بيوم. يعني انت اللي خايف منه انه يطلبوا مهر تعجيزي او البنت او البنت او الدم او الدم؟ هلا مثل هلا ابني لما بيروح على الشغل انا يمكن هو مقوي قلبه، بس شو عم يشتغل ابني؟ هو بيشتغل شوفير تاكسي. آه هو على الطرقات، يعني معرب بهي اللحظة الطريق اللي هو بيسلكوا ما في حدا منهم، بس يمكن يتصادفوا، يعني مثل كابي انا مشغول باله قاعد بالبيت تاخر شوي او سمعت صرخه، يعني بضل قاعد اعصابك.